هذا الدنيا كلها مفترشينها. الله يعني هنا تجي.
والله الحمد لله تم افتتاح حركة الرحلات والطيران من مطار معتيقة من يوم الأمس. أول طائرة نزلت حوالي الساعة 7 مساء قادمة من مطار تونس، واليوم تم استئناف الرحلات للإسكندرية وإلى تونس، والحمد لله استلمت الأجهزة الأمنية مواقعها داخل المطار، ومن قبل هم يعني مستلمين، ولكن تو حسب الترتيبات الأمنية الأخيرة وحسب الاتفاق الأخير بمدينة الزاوية بشأن استلام الجيش والشرطة مهامهم داخل البلاد، فالحمد لله تم وبتوفيق من الله تم استلام جميع المهام بمطار معتيقة الدولي من قبل رجال الأمن ومن قبل الأجهزة الأمنية اللي طبيعة عملهم داخل المطار، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. وتم دعمنا بقوة الأمن المركزي برئاسة العميد خالد عبدو بشأن تأمين وحماية محيط المطار، والحمد لله الكل واخذ دوره داخل المطار بالنسبة للأجهزة الأمنية، وإن شاء الله ربي يوفقنا جميعا في خير البلاد وصالح العباد. والله بالنسبة لقفل المطار مرة ثانية يعني يمكن احتمال يكون مستبعد شوية، لأن الجميع اتفق بأن ليبيا تكون واحدة وبأن ليبيا ضروري يعني تقف على قدميها ويكفي دم ويكفي تشرد للعائلات، والحمد لله كل متفاهم الوضع، وبدليل بأن حركة المطار تصير بحركة طبيعية وحسب ما صورتوا أنتم وشفتوا هنا داخل المطار، والحمد لله وإن شاء الله ربي يوفقنا جميعا في القيام بهذه المهمة الصعبة في ظل هذه الظروف. تم استئناف أو إعادة الحركة الجوية لمطار معتيقة بعد تعليقها لمدة حوالي أسبوعين أمس الساعة 12:00، واستقبلنا أول رحلة لشركة خطوط الأجنحة حوالي الساعة 7 مساء قادمة من تونس، والحمد لله الآن يتم تسيير رحلات بعض الشركات. حقيقة الليبية أعلنت عودتها للمطار يوم السبت القادم بعون الله، والآن نقوم بتسيير رحلات وإعادة الحركة إلى ما كانت عليه تدريجيا. طبعا هذا حياخد بعض الأيام لتبليغ المسافرين بتغيير موقع الرحلات بدل من مصراتها إلى معتيقة وما إلى ذلك. طبعا هذه إجراءات تخص الشركات، وإحنا والحمد لله الجهات الأمنية حاليا متواجدة وبكامل قوتها، تم وضع ترتيبات أمنية جديدة من قبل وزارة الداخلية، والحمد لله الأمور على ما يرام. في الصباح كانت رحلة لخطوط الراحلة، هذه ليست بأجنبية، هذه رحلة شركة ليبية جديدة، واليوم قامت بأول رحلة لها لتعتبر رحلة تجريبية معتيقة تونس، وللبدء في رحلاتها إن شاء الله الأسبوع القادم. طبعا هذه إجراءات سلطات الطيران المدني لإعطاء الموافقات للشركة هذه، وهذا الرحلة هذه تجريبية وفيها أعضاء من الطيران المدني للموافقة على تسيير رحلات من قبل هذه الشركة. ميدافيا هذه طبعا شركة ليبية مالطية، وهذه تسير في رحلاتها في السابق، وممكن عندها رحلة اليوم إلى مالطا إن شاء الله، لكن ما لم يتم إبلاغي حقيقة بها. والله المواطن نحب نوجه له أن احنا على تم استعداد لاستقبال المواطنين، وحريصين على أن نوفر الخدمات اللازمة وسبل الراحة للمسافرين بدل من المسافات الطويلة التي يقطعونها المطارات الأخرى، ونبذل ما في وسعنا وكل جهودنا حقيقة في سبيل تقديم الخدمات للمسافرين. احنا بدنا ان الحركة تبقى هنا، لكن الظروف كما تعرفون هي التي تحول دنا ذلك، وهذا حسب القوانين المعمول بها في الطيران المدني طبعا، وربي ان شاء الله يهدي النفوس وتستمر الحركة عندنا في المطار.
أنا العقيد نصر الدين علي أبو عزة، مشرف عام الصلاة بحرس الجمرك. نحب نبين بأن مطار العتيقة باشر العمل مباشرة فعلية والحمد لله، والخطوط ما عدا طبعا الليبية، الأمور التنظيمية لا أكثر ولا أقل هي اللي ما نزلتش، والباقي كل الأفريقية والأجنحة والبراق تم نزولهم واقلاعهم من مطار معتيقة، والمطار يسير بمسار حسن الحمد لله. يعني نتمنى انه ما فيش، يعني هو تو حسب الترتيبات الامنيه اللي قامت بها الحكومه مؤخرا وتسليم المطار لرجال الامن الشرطه الداخليه بحضور طبعا شفتوه انتم مجموعه ضباط اكفاء، وتم توزيع الشرطة بطريقة جيدة جدا، وإن شاء الله نتمنى أنه ما يصيرش، يعني إحنا ما هذا مطارنا ما دامين بتسكرش حتى لحظة، يعني مش فإن شاء الله الأمور تكون أمنية 100% إن شاء الله بإذن الله. أنا طبعا رئيس الجمارك متوافقين مع رجال الشرطة ورجال الأمن العام، وشغلنا طبعا واحد، وزي ما تشوفوا طبعا هذه صالة الوصول اللي هي الصالة الجمركية باهي خاصة بالجمارك، وشفتوا هني لفيت الصالات العامة كلها تشتغل، والأجهزة الأمنية الموجودة تو قائمة داخل مطار معتيقة كلها أجهزة نظامية تتبع الدولة الليبية الحالية. Thank you.